إيش يعني لوتو؟ اسم اللعبة لوتو معناها حداد. الله يبعد عنا وعنكم الحزن يا جيكسو. أصحابي هذا أول فيديو بدقة 2K، طمنوني قولولي كيف الكواليتي عندكم. أنا مبسوط، أول فيديو بدقة 2K. هلأ أنا تعبان شوي ومريض، سمعت إنه بقولك إذا بتلعب لعبة رعب المرض بخاف فبهرب. أعتقد إنه خزعبلات، ما أظن في كليات الطب بدرسوا هذا الموضوع، بس خلينا نجربه. خلينا نجربه مع اللوتو. بلاي ديمو. يا رب يكون كل شيء تمام. اوكي، الزلمة كتير طويل ولا السقف كتير واطي؟ ليش حاسس السقف كتير واطي فوق راس الزلمة؟ او راس الست، احنا عارفين زلمة ولا ست. ذكر دي والله راجل، تعرفوا هاي من مسرحية ريا وسكينة؟ ذكر دي والله راجل. من الان، من الان، من الان انا بعتذر جدا لأي صرخة جميلة تطلع من بقي. ليش تطلع؟ ليش ديله هيك بهز؟ ما بحب الدمى أنا برو، أنا ما بحب الدمى. أوه أنا أخده؟ في تيك؟ لا بس روتيت. أنا ما بحب الدمى، الدمى يعني الله يسهل عليها أنابيل عقدتني. الجو كوزي، الجو دافئ في البيت، ودائما بيوت ألعاب الرعب مكعبلين ومكركبين و... Drawing of a door with broken bars. رسمة لباب مع قضبان حديد مكسورة. في أسرع البي آر بي. أوكي that's nice. طيب أخذها؟ inventory inspect. اوكي wait. يعني في حدا بيتصل على حدا هلا؟ طيب تعرفوا شو اكتشفت هلا؟ او شو خطر عبالي؟ زمان ما سمعت رن التليفون، رن التليفون، دائما الجوال اللي برن. ماسنجر، واتساب، عشان هيك انخرعت يمكن. ايش في؟ Hey, how are you? Are you doing better? It's been a while since, you know. Yeah, I'm trying to give you space. But of course, if you need me, just say something. حتى التليفون شكله قديم. قال كيفك شو أخبارك، مر وقت على موضوع وسكتت، شكله على موضوع الحداد. لا تكون غريب، أنا جاهزة لمساعدتك بأي وقت بدك إياه، بس الصوت كريبي، في أشياء غريبة. على فكرة ستايل اللعبة ك... ويت ايش صار؟ انا مش نزلت من الدرج؟ ما بدي العب، بديش العب، انا بديش العب. انتو شو رقمكم؟ 911؟ مقدم التليفون. طيب اسمع، في عندك SOS. SOS معناها النجدة. قشطة قشطة، في هيلب. في زوم. الدنيا قلبت. والله أنا آسف على أي صرخة، عن جد آسف. Do not stare at him. لا تبحلق فيه. أوبا أنا غلطت.
أنا غلطت، حسيت حالي مريض بزيادة. والله آسف، المفروض الدمو هذا قصير، بس أنا قد ما تكون اللعبة قصيرة أنا بخليها طويلة وجنازير معلقة. أنا آسف، أنا متجه للضوء. فلاش لايت. أيوة يا الله، شو بنبسط لما تكون اللعبة الفلاش لايت تبعها قوي. شو كنت أحكي أنا؟ الانطباع الأولي الجرافيكس، أوه I'm freaking out، الأصوات مش حاببها. أنا بكلش، الجو حلو. الجو جميل وشاعري. زوم زوم زوم. في حدا حرك كرسي؟ ايش هالصور المرعبة؟ اوكي الصور اللي فوق عادية. يا سلام، هذا شايل راسه بايده، البنت الصغيرة وراها وحش، حدا واقف في مقبرة، شغل لطرد ارواح اكزورسيست. ايش اللي طاير في الهوا هاد؟ باب حريقة، سمك قرش. اوكي اللي كان يرسم هالرسمات كتير خياله فظيع. خلص يا أصوات، خلينا نركز. التيمو قال شاف ليش اجاني شعور انه بتشيها تكمل اللعبة. سيارة ذا ديث. اوكي الموت، ممتاز. نيو فيلم ذا تشويس، الخيار. Behind these bars there is a dark place، وراء هاي القضبان في مكان مظلم سهل تضيع فيه. 074 فيها الغاز. هي ماذا يوجد خلف الضوء؟ All because of this wanted gift، unwanted gift، كل هذا حصل بسبب هذه الهدية الغير مرغوب فيها. لتصبح سعيدا وسهم لفوق وللسماء، يعني اطلع بروحك. Left or right، which choice will be the good one، شمال ولا يمين، أي الخيار هو الأفضل. Walking among strangers، I think I want to give it back، المشي إلى جانب الغرباء، أعتقد أنني أريد أن أرجعه. الهدية، the call، المكالمة. What، أستخدم الصورة؟ أنا قرأت the path is open، فتحت الطريق. استنى شوي. The hallway is full of boxes. إيش في؟ أنا اسمعوا خلينا أوكي. أوكي الممر مليان صناديق بسبب الانتقال للبيت. That drawing should not be in that box، هاي الرسمة لازم ما تكون موجودة في اللوح في الصندوق. من المتصل؟ Who is calling؟ Nowhere، لا يوجد مكان. Chains، سلاسل. This is not a normal house، why does it smell like iron، هذا البيت ريحته مش طبيعية أو شكله مش طبيعي، ليش ريحته زي الحديد؟ ريحة الحديد هي نفس ريحة الدم على فكرة. في طريق فتحت وأنا ما، أنا آسف، يعني أنا رح أضل أعتذر طول الوقت. نقزت من الجنزير لأني خبطت فيه، بس يعني مش إشي فظيع. حسان أنت خشيت في الجنزير، أنا ما حلعب VR، لا لا أنا مستحيل ألعب VR. أنا نفسي ألعب Resident Evil 7 VR بس ما اظنش، لانه اعتقد انه يمكن امرض. والله انا اصلا خير شر بحس حالي غاطس. او ماي جاد، خير شر بحس حالي غاطس في اللعبه، ولما تكون فيرست بيرسون بحس حالي غاطس اكثر. ففي ار اعتقد صعب. في طريق وراي صح؟ انت بتركض؟ لا لا لا، ليش ليش طفيته؟ ليش يطفي قلب عدوينك؟ ليش
ليش؟ هاي الطريق اللي فتحت قطبان حديد مكسورة. I'm freaking out. أوكي حسن، أوكي للأمان حسان ضل كيش تخش في الحديد يا زلمة. left or right، شمال ولا يمين، ايش الخيار الصحيح؟ بروح على اليمين انا، عم بتذكر الصور اللي قرأناها من اللوحات. خلص يا حديد ما رح انزل، سكر الحمد لله. They are no longer here. ليسوا موجودين هنا بعد الآن. أعرف ما تحته خط. ما رح أنزل هلا. مش مجنون أنا أنزل من أولها؟ لعبة رعب مكان في نزول أجله، ومكان في طلوع برضو أجله. استنى شوي، بدي أشوف الطريق اللي هون، نكتشف طابق. أنت بتركض؟ أو ركض؟ هيو بهرول. طب اوكي كويس. جوها جوها ليس سيء ابدا ابدا ابدا. هدية زرقاء. شكله هون رح نحط فيلم، يعني فيها زي يعني الغاز اي ثينك. يا رب يكون مسكر. الحمد لله. ايه بش برتاح لما يكون الشيء مسكر، بعرفش ليه ايام سايلنت هيل. يا رب يكون مسكر. ما اظنش مسكر. انت لغز؟ بس لغز. طيب لو رجعنا على الغرفة اللي فيها اللوحات رح نستخدم الصورة. رح اطلع فوق اول، ما رح انزل تحت. وين الهدية الزرقاء الملعونة اللي هيها؟ احنا معنا بقيت غلط على فكرة. I think إنه أنت هون. هاي اللوحة مكتملة، هاي اللوحة ناقصة. بدنا نشوف التلميحات. أوكي what lies beyond the light. Left or right with choice will be good. ابصر. اوكي انا حطيتها المشي. هيو المشي بين الغرباء. اريد ارجاع الهدية. هاي في زي شخصين بس بالابيض وبدها ترجع الهدية، او بده يرجع الهدية. انا مش انا بحاول افهم. مش عارف شو عم بصير. لا بس جوها رهيب، عم تعطيني هيك فايبس من فيزاج. يس هات نطلع فوق اول. طيب العين تطرق عدوينك. شو هالعين الكبيرة؟ شو هاد؟ زال في باب؟ شيش ما this is creepy man. damn. شو يعني؟
محدش ينط قدام الكاميرا، الله يرضى عليكم. في فيلم أزرق. هاي الفيلم الأزرق، كيف صارت هاي؟ كيف صارت؟ يعني الغرفة اللي وراي هي قدامي؟ غريب الوضع. الغرفة اللي وراي قدامي. اوكي جيم، حاضر، هيني راح انزل. حاضر حاضر. ها وبسرعة كمان. هيسرع عمتك. شو هو هذا الصوت؟ سوبرمان واقف جنب شبح ابيض. ايش هذا الصوت؟ هلب هلب، بدي حدا يهلببني انا. هلب هلب قال. ما في هروب من هون، جد المساعدة في مكان آخر. حلو. أنا ضائع، ساعدني. ايش اعمل؟ يا معلم. What should I do؟ ايش اساعدك؟ انت في مسجل، احط بطارية في المسجل عشان ما يفضى ولا ايش اعمل؟ اوكي freak me out. عند اوكي انا اخذت ورقة. هذا الفريشنر المعطر حق الجو. بالرغم من انه رعب بس شغال. حدا يقول لي شو؟ لا 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 لا، الله يرضى عليكم. لا 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 لا. الموسيقى. لا 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 لا. انا بدي اقوم. اسمعوا، وين اصحابي اللي في الستريم؟ انا كنت احس بامان في الستريم، والله كنت احس بامان في الستريم. التشات وهو شغال والناس اللي بتحضر كنت احس بامان. هلا انا مش حاسس في امان. ويت ويت، هذا طريق فتح انا مش حاسس في امان. انا مش حاسس في امان خالص. انا مش حاسس في امان خالص. شيش كباب. على قد ما في ألعاب رعب نفس الستايل، على قد ما حاسس هاي اللعبة إلها ستايلها الخاص. على فكرة بعرفش إذا بتوافقون الرأي أو لا، هو بكير أحكم بس أنا بحكي اللي بحس فيه قاعد حاليا صدقا. إلها ستايل خاص كأنه اللعبة، يعني لو هاي اللعبة مثلا حكى مطورها انه الوحي تبعه بي تي بصدقه، وحي بس بطق بي 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 بنكهة خاصة. انا ما بدي العب، انا بديش العب، وانا مريض بدي اروح اخذ الدواء واروح انام لانه انا تعبان. بالله عليك يا كلب.
يا كلب ايش اعمل لك؟ ايش اعمل؟ وقع الزلمه. طب شو اسا افرج افريكين اوت. انا ايش اعمل لك؟ وين اروح يا ابن الناس؟ بعدين ايش هذا الشبح اللي تكعبل وقع؟ ايش اسوي؟ ام ديد. احذر من هذا المكان. فكرت حالي رح اعيد وحيات. فكرت حالي رح اعيد. قال احذر من هذا المكان، كنه من السهل ان تضيع فيه. It's easy to get lost into. بعدين ايش هذا ايش هذا الشبح اللي بس فتح الباب وقع؟ كنه تكعبل بشيء تكرفت. انا الموضوع اثار انتباهي واهتمامي على الاخر. انا لحد الان ما بعرف اذا في اصدار لها قريب كلعبة كاملة، بس أشجع أحمس أريد أن ألعبها لعبة كاملة، لأنه رسوماتها رهيبة، جوها خرافي، وأنا تعبان، أنا مريض، أنا بدي أروح أنام. I'm freaking out. إيش الابتسامة المعفنة هاي؟ أنا رجعت، أنا رجعت. رح أمشي محل ما بدها ياني أروح. Stop watching me. بكفي تراقبني، بكفي تشوفني. Selfish أناني ungrateful. All keeps looking at me. الكل بتطلع علي. وثقت بك. I trusted you. No one wants to play with you. ما حدش بده يلعب معك. Every time I look at you, you are happy. Why? كل ما اطلع عليك بتكون سعيد. ليش؟ It's not what I remember. مش هذا اللي بتذكره. الطلاق كان خطأك. The divorce was your fault. Sissy boy. ولد دلوعة. سمين فات. ليش بكرهك؟ Why I hate you. ايش في؟ ها؟ بقيت رقم اللوحة. اشياء هو بحبها، افلام، رسومات، ديناصورات، رعب. Boys pain his dog. اطفال الالم وكلبه. أنا مش فاهم مين بيحكي عن مين. إيش مكتوب هون؟ Kill yourself. هذا اللي بتذكره. Read. هذا اللي بتذكره. He hasn't drawn anything original for a long time. إلى فترة طويلة ما رسم رسمة خاصة فيه أصلية يعني. He just draws the movies he likes over and over again. بس برسم الأفلام اللي هو بحبها مرة ورا مرة. I still don't understand why he keeps drawing like that. It doesn't match his age. مش فاهم ليش هو بضل يرسم هيك. الموضوع مش مناسب لعمره. He seems stuck in the unreadable past somehow. يبدو أنه عالق في الماضي بشكل أو بآخر. Unreadable يعني الماضي الغير مفهوم، غير مقروء. He looks happy, but why? شكله مبسوط بس ليش؟ He's been left alone and no one is paying attention to him. Okay. هم قاعدين بيحكوا عن طفل. قاعدين بيحكوا عن طفل اللي شفنا رسوماته بالغرفة اللي فوق، اللي برسم الرسومات العجيبة. بقولك محدش عم بيعتني فيه ولا حدا مهتم فيه، فهو ليش مبسوط؟ After all he's been through, he should be crying. That's what I remember. بعد كل اللي مر فيه المفروض يكون بيبكي وبيعيط. في مربعات مرسومة تحت. I miss him. يعني في تنين اتطلقوا، ف
فالطفل تعقد، فهذه زي الغرفة كاينة في هذه الغرفة تبعتنا تبعت اللوحات. في تنين اتطلقوا، فأعتقد انه هذه مثلا الام اللي بتحكي او الاب اللي بيحكي. ابصر. You won't do it again. لن تفعل هذا الامر مرة اخرى. اللعبة بتخليك تستكشف كل زاوية وكل شبر، لانه كل شبر فيه اشي. ملاحظين؟ يعني تفاصيلها حلوة، تفاصيلها رهيبة، كل زاوية فيها اشي. طول بالك. انا رجعت، اعتقد هذا بقيت الرقم كأنه رقم تليفون. هون. Stop watching me. كفي تراقبني. وهي رسمات الولد. طب هدول رسمات عادية يعني. بس هدول رسمات مش كتير عادية. هدول رسمات بخوفوا. كنه من الحزن والألم. الولد مثلا هاي تشاكي. مين هاي؟ تمارا؟ لا هاي وينزداي من في آدمز فاميلي. ممكن من كتر الحزن والألم استدعى عفريت، لأنه مرات بتصير هالأشياء بالأفلام. anyway. oh what. صفر سبعة أربعة خمسة اثنين اثنين. أو بس إيش مكتوب هو؟ ماذا يوجد خلف الضوء؟ قد إيش الرقم؟ my god. صفر سبعة أربعة خمسة اثنين اثنين. في حد حينط؟ بسم الله. ما دام التليفون. I spy with my little eye, a little thing in the litter. I spy with my little eye, a little thing in the litter. التأثير الصوتي يفوز. I spy with my little eye a little thing. أنا أتجسس بعيني الصغيرة شيء صغير. على فكرة الولد الصغير شكله بشكل أو بآخر استدعى عفريت، استدعى شبح، استدعى سخام. بقول لك أنا أراقب بعيني الصغيرة شيء صغير. إحنا إجينا هون. فكرة إحنا ما إجينا هون. ممتاز حسان زهايمر. حسان أنت إجيت هون. بدي أطلع فوق. I spy with my little eye a little thing. العمى على جوك شو مرعب. الأمان الجو مرعب. في أكلب منكم كلاب؟ في حد وراي؟ في أكلب منكم كلاب؟ قبل شوي ما حدش نط قدام العين. I spy with my little eye. Your dream is حلمك هو
حلمك هو السقوط، حلمك هو السقوط. ها؟ شو اللي صار؟ I'm freaking out. فتح الشباك، وين الضوء؟ جوها فظيع. اللعبة جوها خرافي. رح يجننا اشي هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وين وقع بس الاشي؟ هيو خلص. بالله عليكم ما احمد سعيد كنا هوا. بليز ريلاكس. هاي الغرفة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هذا المثلث تبع سايلنت هيل فلوروس. شو هذا؟ سبعة اثنين خمسة. شو يعني؟ نروح على منطقة جديدة؟ هذا المكان؟ هيو هي المثلث. مفتاح طلع. كي وذ تريانجولار امبلم. مفتاح ب شفنا هذا الباب. وين بس؟ في البيسمنت. هيو لا مش هذا. في البيسمنت كان في باب على شكل مثلث. شو الرقم السري كان؟ 725؟ ثلاث احرف كان. ثلاث احرف ممتاز. ثلاث ارقام حسان. ثلاث احرف. شو الاحرف؟ 1 2 3. شو الارقام؟ اي بي سي. والله فيها الغاز. انا بحب هذا الجو. حلو 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 ممتاز. اللعبه لها ستايل انا خايف منه بس كويس. اي سباي. هذا لسه بيطسطس الفريشنر. هاي سباي وذ ماي ليتل اي. خلاص انت هيلب مي. انزل تاني. Look down. Nothing. Look up. Look down. Nothing. Look up. والله nothing. شو هاد؟ دام يا بطني. والله انا بحترم جدا موضوع تغيير الموسيقى والدنيا المهدمة هون.
وهون لوك داون nothing. لا في حدود لا تحت ولا فوق. هم خشوا في عالم تاني، في بعد تاني. العيلة الغريبة اللي هون ممتاز الوضع جد. ايش في؟ احنا اجينا للمكان اللي شفناه بالفيديو. لسه فيها نزول. اخ لا، هاي صندوق. ها سبعة اثنين خمسة أربع أرقام. هو نو طب بدنا نجرب أو لا. كمل كمل، احنا شفنا بس ثلاث أرقام بفيلم الفيديو صح؟ ولا أنا من اللخبة ما انتبهتش كمان رقم؟ أوه خلص هي بيتنا تحت اللي هو الطابق التحتاني. أخذنا كمان لوحة رسمة كوريدور مضوي بشمعة، كاندل ليت كوريدور. شبح يا صاحبي، قلبي يا قلبي يا قلبي. انت برضه الشبح المتكعبل؟ هيخرب بيتك. رح ارجع احط الفيلم مرة لا قبل انزل هون. معقول هاي نزلت نزلنا للطابق الاول؟ ما نضطرش نرجع كل الطريق؟ لا إله إلا الله. افتح. أيوة هه رجعنا. وين احنا؟ أيوة بقدر شغله تاني. ركز على الأرقام. صندوق واحد، في واحد. سبعة اثنين خمسة، في واحد طلعت قبل احنا مش شايفينها. طب هات نرجع ناخذ نشوف شو في بالصندوق، بعدين نرجع نحط اللوحات لانه اعتقد اللوحات اكتملوا. ستايل اللعبة خرافي، رسوماتها تمام التمام التمام، مميزة جدا هيك قوية، فيها اشي مبهر. طلع في واحد. فتح. أخذ كمان مفتاح. مفتاح الباب. مربع. نايس. أوه هاي الألعاب جوي. للأمانة ما توقعت شيء زي هيك. أنا أصلا أي لعبة بلعبها بكون مش حاطط سقف لإشي. بس هذا جوي جوي على الآخر. رعب نفسي مع الغاز مع قصة تستكشف حذافيرها وتفهمها لحالك. يس بس هذا ديمو فأكيد مش هركز كتير في القصة هلأ، بس واضح انه في طفل وضعه غريب بضحك المفروض يعيط بسبب كارثة، كان هالإماية خايفة، يمكن حزنه الشديد هذا استدعى اشي دخلهم في بعد تاني. ابصر نحط اللوحة اول.
هلو شكل اللوحات هاي لازم تترتب بشكل مثلا ايم هاي في شي وقع في شي وقع لا قبل هذا زي كأن الباب الرئيسي بقابلني إذا طلعت انت علقت معلم انت علقت بس فرجيني هذا الباب اوه ضلك انزل هل كان مؤلما؟ Was it so painful? You should not have gone there كان مفروض ما تروح هناك لسه بنزل؟ خلاص Sorry أنا آسف أنا جينا الموسيقى المرعبة تعرف فيلم بلير ويتش بروجكت القديم أول واحد هذا بذكرني بالبيت اللي بفوتوه آخر إشي مفروض هون نشوف هدية آخر بيت الجنازير وصوت الجنازير المؤثرات الصوتية اوه this is so creepy راح اللي هناك انا ايدي عرقه مش عارف امسك الايد خلاص يلا بدك تنط فتحتها هاي الطريق كانت مسكرة ولا أنا اجيت من واو توهان كأنه هاي الهدية هاي الهدية هيها شو يعني هاي المدخل بدنا نوصل للهدية وصلنا الهدية شو يعني ليش الدنيا حمراء الشموع ولعت ايش يعني اروح
بس افتحوا لي الطريق عشان اروح. بليز بليز. انا هيك برجع. انا مش عارف، انا بتفتف على حالي، انا مش عارف من وين اجيت، بس اعتقد هيك برجع. انا خايف على الاخر. حبايبي حبايبي لحد شنط. ابو شبح ابو شبح يرضى عليك يرضى عليك. بليز خليني اروح. بليز بليز اطلع فوق. بليز رح اسكر الباب. ايه ما سكر. هذا رح اسكر. طب الهدية هاي وين استخدمها؟ هذا الباب الرئيسي مش راح تطلع منه. يس درج لتحت. The choice الاختيار. الاختيار يمين ولا شمال. الطريق هي الطريق المضاء بالشموع، وبعديها اختيار الطريق يمين ولا شمال بعد ما اجيب الهدية. ايه يمين ولا شمال؟ في هنتات انه على يمين او شمال. فريكين اوت مش عارف. I think you're dead. انا اعطيت الهدية لليمين قامت فتحت لي طريق الشمال. انا كنت بدي طريق اليمين. لو بعرف هيك كان اعطيت الشمال. ساعدني بطريقة واحدة بس. هل فزت؟ هل يوجد مهرب؟ مين اللي بيحكي؟ هذه مزحة؟ وات؟ نفس الطريق؟ طب شو الفكرة يعني؟ ليش بتخيروني اذا I don't know. اختيارات اختيارات قرارات. هل there is no choice. There was no choice. لم يكن يوجد اختيار. مبين طريق واحدة. هل فهمت؟ Did you get it؟ بصراحة لا أفهم إيش. What the crazy freak falafel is going on؟
ايش بالنسبة لبي تي؟ رجع عاد. رجع عاد. رح ارن التليفون. فيش تليفون اصلا. هذا بيتنا. شكلها بنت صغيرة اللي كانت، مش ولد صغير. شوف الوقت، الوقت معلق، الوقت معلق. 11:11 او 12، بين ال 11:11 و11:12. الموسيقى رهيبة، الموسيقى ايبك. قديش الرقم كان؟ نسيت والله. صفر. لا والله نسيت. اعتقد 7-4-2-5-9-9. نسيت الرقم. استنى شوي. هو هذا بس. خرب بيتك صرعتني. هاي اللي عن شكل التليفون. So what are you going to do? Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? شو قررت تعمل؟ بدك تكمل في موضوع النقلة للبيت الجديد؟ إذا بدك بساعدك في الويك إند. رح أجي على، رح أجي لبيتك. مش سهل. أنا مش قادر أركز في الترجمة لأنه أنا عقلي كله شادد. قرارات، اختيارات. مش سهل تاخد قرارك، مش سهل تاخد قرارك، خاصة لما تكون عارف إنه قرارك مش مهم. بس أنت بالرغم من هذا كله قررت إنه تطلع لهناك. شو المقصود؟ ما بقى تطلع لهناك، قصدها برا البيت. بصير أخد الدمية معي لأني خايف. ليه باخدهاش معه؟ لا، اللعبة إلها ستايل خاص فيها. مش عارف شو وضعها اللعبة. امتى رح تصدر؟ امتى رح يخلصوها؟ مش عارف، بس اتمنى تنزل النسخة الكاملة. هذا ديمو، هذا ديمو موجود حاليا على ستيم. يس اكزاكتلي، هاي الحكي الصح. ممتاز. خلصت؟ حذرتك. I warned you. Thanks for playing. You can add Luto to your wishlist now. عفكرة فاجأتني للأمانة، فاجأتني
ديمو خرافي بيشجعك على الآخر تلعب اللعبة الكاملة وتفهم شو القصة. جو رهيب، موسيقى ممتازة، رسومات مميزة جدا، قصة بتحمس وبتحفز الغاز. أتمنى تصدر بوقت قريب ونستمتع فيها لأنه بتستاهل، رهيبة. أنا مرضت بزيادة. أصحاب الجميلين احكوا لي رأيكم في التعليقات بالنسبة لديمو لوتو، ممكن تجربوه أنتو في ستيم حاليا، موجود فري. يس، احنا وصلنا لنهاية الفيديو ولنهاية الصرع. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا وانصرعتوا معي. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في هذا القناة وقناة الثانية جيكس ستريم. يس، بتشكركم كتير للمشاهدة أحلى جيكس، وقريبا برجع لكم بصرعة جديدة بأمان الله.